الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تسأل عن زميلة لها غير عربية، تسأل عن صلوات تركتها في الماضي، هل تعيدها الآن أم تكفيها التوبة؟ تقول لأنها لا تعرف عددها، وتقول إنها قبل 4 سنوات تقريبا بدأت تحرص على أداء الصلوات الخمس، لكن من قبل عندما كانت في بلدها لم تكن تحرص عليها، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، وهذه المرأة كانت تاركة للصلاة لا عن عذر شرعي، وإنما كان عن تعمد للتفويت وعن تكاسل عن الفعل، فهي أخرجت تلك الصلوات السابقة عن وقتها من غير عذر شرعي فلا تمكن من قضائها، ولكن يجب عليها أمران حتى تبرأ ذمتها من هذه الفوائد. الأمر الأول أن تصدق في توبتها من ترك الصلوات لله عز وجل، وأن تكون توبتها هي التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، فإن من تاب تاب الله عليه، والتوبة لا يتعاظمها ذنب أيا كان. والشرط الثاني أن تستكثر من نوافل الصلاة لعلها أن تجبر مع التوبة ذلك الخلل العظيم الذي حصل عندها، فكل من فاتته عبادة مؤقتة بوقت بلا عذر فإن كفارتها أن يتوب وأن يستكثر من جنس هذه العبادة. أسأل الله أن يغفر لها ما مضى، وأوصيها بالعزيمة على الثبات على ما بقي، فلعل ثباتها على ما بقي يكفر عنها ما مضى وفات، والله أعلم.